السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وليداتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى أنكم تكونوا لفتوا شي شوية في الموسم الدراسي الجديد. مرحبا بكم من جديد في قناتكم يا ديلك تكلي. اليوم إن شاء الله غدا نكملوا سلسلة تعليم الحركات، واليوم مع حركة جديدة اللي هي حركة الكسرة. الكسرة هي واحد الحركة تنديروها تحت الحرف. دابا غادي نديرو حروف وغادا نتعرفو كيفاش غادا نركبو عليها هاد الكسرة وكيفاش غادا ننطقوها. مع اول حرف اللي هو حرف الباء. حرف الباء، دابا هاد حرف الباء غادا نحاولو ندخلو له الكسرة ونشوفو كيفاش غادا نقراوها. حرف الباء. حرف الباء. بي 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 بي. غنديرو الفيم ديالنا بحال تنضحكو. بي بي. حرف اخر. حرف الحاء. دابا غنشوفو حرف الحاء كيفاش غادا نطقو معاه الكسرة. حي حي، بحال تنضحكو. حي حي، يعني الفيم ديالنا تنتبسمو به حي، وتنبينو السنات ديالنا مسدودين. حي حي، هادي هي الكسرة. حي حي حي. يلا دابا غنديرو حرف اخر ولكن غادا تكررو معايا. حرف حرف القاف. حرف القاف. دابا غادا نركبو الكسرة من تحت وغادا نقولو له قي قي قي. غنعاودو مع بعضياتنا الحروف. هذا حرف الباء. هذا حرف الباء، ومحدرنا له الكسرة، حدرنا له الكسرة غادي يولي لنا بي بي. حرف الحاء مع الكسرة غنقولو له حي حي، بحال تنضحكو. يلا نعاودو معايا باش نشوف واش تقولها مزيان. حي، برافو ما شاء الله عليكم. هكا نعاودوها مرة أخرى. حي، برافو. دابا هذا حرف القاف. هذا حرف القاف مع الكسرة، كيفاش غادا نقولو لها؟ يلا نشوف شكون اللي غادي يقول لي حرف القاف مع الكسرة كيفاش غادا نقولو لها. برافو ما شاء الله عليكم، برافو. قي، برافو. كيفاش غنديرو الفيم ديالنا؟ بحال لا تنضحكو. قي قي، برافو عليكم. دابا غادا نشوفو هاد الحركة ولكن مع الكلمات. دابا غادا نحاولو نديرو الكلمات اللي فيهم الكسرة. احنا قبل كنا قرينا الحركة ديال الفتحة والحركة ديال الضمة، اليوم غادا نركزو على الحركة ديال الكسرة. سين ميم عين. سا مي ع. سا مي ع. فين عندنا الكسرة؟ فين هي عندنا الكسرة؟ برافو، تحت الحرف ديال الميم. تحت الحرف ديال الميم. سا مي ع. سا مي ع. نعاودو. سا هكا تنديرو الفيم ديالنا. سا مي ع. دابا غادا نجمعوها هنايا باش نتعلمو كيف نقراو الكلمة بسرعة كما دائما تنديرو. قلنا ديك المرة شنو قلت ليكم؟ حيت يكون عندنا الحرف عندو لديدة نازلة لتحت، حيت تيبغي يعني تلتصق مع واحد الحرف آخر تطلق لديدة ديالو باش تيقبض فيه. داكشي دابا لي غادا دير ستين، غادا تطلق لديدة ديالها، هي طلقاتها هنايا باش غنكتبو وحداها حرف الميم،
والميم حتى هي عندها لذيذه نازله لتحت حيت باغات تقبض في الحرف العين، غادا طلقتها هي لذيذه ديالها. شفتوا هي طلقت لذيذه ديالها، وهذا حرف العين. حرف العين سا مي ع. سا مي ع كيفاش غادا نديرو باش نتهجاوها باش نقراوها بالزربه؟ سا مي ع سامعه، سامعه بالزربه غنقولوها. في الاول تنتهجاو حرف مع حرف مع حرف، ومن بعد تنجمعوهم بالزربه باش نقراوها قرايه مزيانه. سا مي ع سامعه، سامعه. غنديرو واحد الكلمه اخرى، را دي يا، را دي يا. شكون عاوتاني غيقول لي فينا هي الحركه ديال الكسره؟ فينا هي الحركه ديال الكسره؟ يلا برافو عليكم. الحركه ديال الكسره هي هذه اللي جايه لنا تحت الحرف. الحركة الكسرة ما تبغيش تطلع للفوق، هي دائما تكون لتحت، تحت الحرف، تحت الحرف. دابا غادا نحاولو نقراوها حرف بحرف باش نجمعو الكلمة. يلا، را دي يا، را دي يا. نعاودو، را دي يا. دابا غادا نحاولو نجمعوها كاملة، را دي يا، را دي يا. يلا نعاودو دابا نتهجاوها باش نقراوها مجموعه بالزربه. يلا، را دي يا، راديا راديا راديا. نعاودوها، را دي يا، راديا راديا. دائما حيت نبغيو نقراو الكلمات تنتهجاو حرف 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 باش نعرفو نقولوها مزيانه وبطريقه صحيحه. نزيدو كلمه واحده اخرى، ح في ظ. نديرو لهم الحركات ديالهم، ح في ظ الكسره. يلا عاوتاني نشوفوا شكون اللي غادي يعرف ليا الكسره فين درناها. حركه الكسره كاينه تحت الحرف ديال حرف الفاء، حرف الفاء. يلا غنقراوها عاوتاني، ح في ظ، ح في ظ. الفيم ديالنا ح في ظا. عاودو، ح في ظا. دابا غادا نكتبوها مجموعه كيف ما قلت لكم قبل. الحرف حيت يكون عنده لذيذه ديالو نازله لتحت، دائما حيت يبغي نكتب وحده حرف اخر تيطلق لذيذه ديالو باش يشد فيه. ح في ظا، ح في ظا، حافظة. دابا غنتهجاو شوية بشوية باش نجمعوها لراسنا. يلا يلا، كنا ح في ظا، ح في ظا، حافظة حافظة، ح في ظا، حافظة حافظة. غنعاودو هاد الكلمات من الأول. يلا، كنا بالحق، سا مي ع سامعة، سامعة. را دي يا، را دي يا، راديا راديا. ح في ظا، ح في ظا، حافظة
حافظه. وصلنا ابطال الصغار نهايه الحصه، ودابا غادي ننتقلوا مع النشاط اللي غادي نحاولوا نذكروا فيه الحركه ديال الفتحه والحركه ديال الضمه. الضمه وبطبيعه الحال حتى الحركه ديال الكسره، اتفقتوا؟ يلا نمشيو للنشاط. النشاط اللي غادي نديرو اليوم مع ماماكم هو ان غادي نقبضوا الكرتون وغادي نكتبوا فيها بزاف ديال الحروف، ولكن كل حرف غادي نديرو فيه حركه. حركه اللي قرينا لحد الان هي الحركه ديال الفتحه، الحركه ديال الضمه، والحركه ديال الكسره اللي تنديروا راسنا بحال تنتبسموا، يعني تنضحكوا، سنيننا ديالنا تيكونوا الفيم ديالنا مفتوح وسنيننا ديالنا تيكونوا مشدودين على بعضياتهم. دابا غادي نقبطوا هاد اللعبه غنديروها مع مامانا، وهي ان غادي تبقى تعطينا كل حرف وتقول لنا حنا اللي خاصنا نقراوه، يعني الوليدات زوينين الابطال هما اللي غادي يقراو لنا الحرف مع الحركه ديالو. يلا نبداو. لو، برافو عليكم. كي، ثا، قي، طا، خي، برافو ما شاء الله عليكم. لا فوق منه الفتحة، حو فوق منه الضمة، طي تحت منه الكسرة، مي هو تحت منه الكسرة، كا فوق منه الفتحة، فو فوق منه الضمة، با فوق منه الفتحة، حا فوق منه حتى هو الفتحة، طو فوق منه الضمة، سي تحت منه الكسرة. الكسرة يعني بحال هكذا، ونولي عاوتاني نجمع ويولي عاوتاني الطفل يولي نعطيوه بحال هكذا، نخليوهم مجموعين ونقولوا له حنايا الحرف اللي بغينا هو يقلب عليه. مثلا نقول له اعطيني حرف مثلا طا، هو خاصو يعرف بان راه كاينه طو، كاينه طي، كاينه طا، وهو خاصو يعرف يجبد هذه اللي قالت له ماما. يعني هذه هي الطريقه اللي غادي ترسخ بها الحركات وما غاديش يبقى يتلفوا الدراري فيهم. وعاوتاني كاين واحد النشاط واحد اخر اللي غادا ديروه مع وليداتكم، اللي هو غادا تقولوا له غتحطوا له بحال هكذا الحروف بحال هكذا. يعني هاد اللعبه اصلا يعني لعبه الدراري غادا تجذبهم باش غادي يتبعوا معاكم، وفي نفس الوقت غادا تقضيو معاهم واحد الوقت اللي يعني اكثر من الامهات اللي تيتشغلوا بزاف ديال الامور، يعني هذه نستغلوها يعني منها اننا غادي نكونوا مع وليداتنا، وفي نفس الوقت غادي يتعلموا شي حاجه مفيده. غندير الحركات بوحديتهم، يعني الحركات غنحاول نديرهم بوحديتهم، وهو غنقول له كل حرف دير له يعني الحركه اللي بغيت انا غادي نقول له، وهو غادي يحاول يهزهم. مثلا غنقول له بغيت انا قو قو، خليه هو اول حاجه يختار الحرف مثلا القاف، قول له انا بغيت قو، غيجي هو يقلب على الحركه اللي تتناسب هاد الحرف اللي على حساب شنو سمع. غنجي وغي هو يخصو يحط ليا هنايا الضمه، اي يقول لي الضمه فوق من الحرف ديال القاف غادي تعطينا قو. ويا ريت انهم يبقاو مركزين مع الحركات هكا شويه، راه غادي ترسخوا لهم فراسهم، ما غاديش يبقاو كاع يديروا لي يديراتهم لا حتى شي حاجه. قو، وضروري ما نساوش التشجيع. برافو ما شاء الله. من بعد عاوتاني نولي نقول له بغيت دابا تعطيني حي، بقى يقلب الطفل وغادي يجبد الحرف، قول له دابا حي شنو تسمع حي، يعني كيفاش غنديروه وعلى من خصنا نقلبه، خاصو هو يفهم بان الكسره غتكون لتحت ماشي الفوق. مثلا دابا غنقول له اعطيني لا،
خاصو يجيب ليا هاد الحركه ويديرها ليا من الفوق هكا بهاد العمليه هذه. هو في نفس الوقت راه هو تيلعب وفي نفس الوقت يترسخوا له الحركات، ما يمكنش انه ينساهم او لا يحاول ولا يخلط بيناتهم. نتمنى الحصه ديال اليوم تكون راقتكم وتكون يعني حصه اللي مفهومه، والنشاط يكون ممتع لكم ولوليداتكم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في حركه جديده ان شاء الله.